كشفت أخبارنا الجالية من خلال متابعتها للخدمات التي تقدمها القنصلية المغربية بالخارج والتي تعرف كثرة المرتفقين مع غياب العمل بالمواعيد، استياء لمغاربة العالم رغم المجهودات التي يقوم بها الموظفون بهذه القنصليات، مما يسبب الفوضى وحرج للمسؤولين الدبلوماسيين في انتظار تدخل وزارة الخارجية والعمل على إيجاد حلول ناجعة لمشاكل الجالية المغربية بالخارج. جيت أخويا باش نبدل البطاقة الوطنية، وفالي تقريبا واحد الساعة أنا باش جيت هنا وحنا كنتسناو، وسيدي عطانا التيكي وحنا باقي ما دخلناش. واحد القضية يعني أنا كنعاتبهم عليها، كون كانوا كيديروا بالموعد كان حسن الانسان، يعني غادي تجي انت عندك واحد الموعد كتدخل للسيت كيف ما كيديروا هنايا في هاد البلاد هادو في لاكومين ولا شي حاجه، الموعد غتجي في الوقت ديالك، يعني ما غاديش تنتظر بزاف وما غيكونش عليهم هاد الضغط هنايا. وهادي يعني حتى هنا كاينه الشوهة، كيدوزوا النصارى كيبقاو يشوفوا هاد السيستيم، ما كاينش احترام مسافه الامان، يعني متر ونص هادي. وبالنسبه عاوتاني للموعد يعني مزيانه غادي تحل المشكل، يعني ما غاديش يبقى هاد الضغط بحال هكا، يعني الانسان غيعطيني مثلا انايا موعد مع 11، غادي نجي مع 11 غنلقى واحد ثلاثة ولا أربعة الناس يعني قدامي، ما غاديش ننتظر بزاف. ولا أنت كتشوف دابا الناس في هاد البلاد، حنا في بلاد بلجيكا ديما كاين الشتاء، والثاني الحمد لله دابا ما كاين الشتاء. وتخيل دابا معايا كون كانت هذيك الشتاء ديال هاد الأيامات، وحنا هاد الناس كلهم يعني هنا كيتسناو، كاينين وليدات صغار، كاينين عيالات، كاين واحد سميتو الناس كبار، غادي تبقى تسنى هنايا، يعني غادي تولي يعني غتكون واحد الحالة. كون داروا بعدا غير شي باش هنا ولا شي حاجة، يعني 300 الأورو ولا 400 الأورو يخسروها على المواطن، راه ماشي راه كياخذوا فلوس التامبير كنعطيو حتى حنا كنخلصوا الواجبات ديالنا. جيت ندير لا كارت ديدونتيتي مغربيه، كملت باقي ما دخلتش ساعتين ونص. هما كيديروا الجهد ديالهم، يفون لوغ بوسيبل، مي فوالا انا بقيت هما كيدير الواجب ديالهم. نقول لك الصراحه غير حنا خصنا ننظموا شويه راسنا حتى حنايا، وواحد كل واحد يجد الدور ديالو، كل شيء غيمشي مزيان ان شاء الله. ولكن خصنا نزيدوا شويه الخدمه باش الواحد يدوزوا الناس، الواحد اللي عنده الشغل وعنده الخدمه عنده كل واحد واش عنده، خص الواحد يدير لنا شويه السيرفيس مزيان. السيرفيس مزيان، الناس شادين الطرق والحمد لله، الناس ديالنا واعيين واعيين، تعلمنا زعما نقول لك الصراحه واخا شحال هذه، ولكن دابا تعلمنا من الكبار، النظام كاين والحمد لله، الدراري قايمين بالواجب. صراحه شتي كتشوف ثلاثه الناس خدامين، كلشي كيدخل. يعني انا دخلت باش في دقه واحده صوبت جوج حوايج، يعني درت لاكارت في نفس الوقت، وفي نفس الوقت سجلت واحد البنيته، يعني ما شاء الله الناس خدامين ما شاء الله. زعما نقول لك الصراحه تحيه للمغاربه ديالنا، وتحيه الناس اللي خدامين هنايا، وكنشكروا السيد القنص حتى هو عاود شي خطرات كينزل حتى لهنا وكيسولنا، والله العظيم كينزل كيقولنا واش كاين شي حاجه كي داير معكم الدراري. الحمد لله الامور راه غايه. اولا جيت نهز لاكارت ديال المدام ديالي، ودفعت الباسبورات الدريه والمدام، والنظام اش غادي نقول لك، بدا خصو يتبدل شويه الانسانيه، ماشي القنصليه، الشعب تبت شويه مع كورونا، عطى شويه الوقت. يعني كنشكر اخبارنا الجاليه على هذا الاهتمام الذي توليه للجاليه المغربيه المقيمه ببلجيكا بصفه خاصه، والجاليه المغربيه المقيمه بالخارج بصفه عامه. بالنسبه للقنصليه العامه بأنفيرس، عندنا تقريبا ما يقارب 140 الف يعني مغربي مسجل بالقنصليه العامه، بالاضافه الى انه يعني القنصليه كتعرف كذلك يعني مجموعه ديال المواطنين المغاربيين المقيمين بمناطق اخرى في اوروبا اللي كيجيو يستقروا في المنطقه، نظرا لخصوصيات المنطقه ونظرا لما توفره من امكانيات المنطقه ديال لافلوندر. ثم كنحاولوا نستقبل المواطنين ديالنا رغم الظروف الوبائيه اللي كتعرفوا الانتشار، ورغم اننا كنحاولوا نحتاطوا وننفذوا التدابير الاحترازيه اللي مفروضه علينا، كنحاولوا نستقبلوا الجاليه ديالنا يعني بطريقه يعني كتجعل الخدمات شي شويه يعني بالنسبه لهم اسهل، ونقدموا لهم الخدمات في احسن الظروف. في الاونه الاخيره، خلال الاشهر الاخيره، القنصليه كتعرف توافد كبير للجاليه المغربيه، نستقبلوا ما يناهز تقريبا يعني 300 مواطن مغربي يوميا لمختلف المصالح، يعني اعتقد المتوسط. يعني كنستغلوا بصفه يعني الكونسونطراسيون ديال الاشتغال، شي حنا اون رونفورسي يعني ركزنا على الاستقبال بالدرجه الاولى، حيث ان المواطن يعني انه كيلقى استقبال تقريبا اربعه الافراد، باش كنحاولوا نلبيو الخدمات ديال السحب ديال اللي بغى انجاز الوثائق ديالو الاداريه، وموبيليزين ليكيب كامله في هذا الموضوع ديال الاستقبال، لانه هو الموضوع الاول. ثم انه من بعد الموظف كيشتغل مع الملفات اللي عنده امامه، يعني باش كتسهل شويه الماموريه، وما كيبقاش هذاك
هذاك اللقاء المباشر او هذاك نظرا لهذه التدابير الاحترازيه حمايه الموظف وحمايه المواطن، وكذلك لانه كنعتبرها بانها يعني وسيله ناجعه، خصوصا انها كتخلينا باش نقدموا الخدمات في اسرع وقت وفي واحد الظروف جيده. هذا هو اللي كنحاولوا نديروه. القنصليه يعني انها كتحاول تستقبل المواطنين ديالها في احسن الظروف. ان شاء الله في المستقبل غادي ان شاء الله نحسنوا كذلك الخدمات من خلال المرفق الجديد ان شاء الله اللي غادي يكون موجود لصالح الجاليه. ونتمنوا ان شاء الله نكونوا في المستوى تاع تطلعات الجاليه المغربيه المقيمه بهذه المنطقه هذه.